السلام عليكم جميعا، وياكم دكتور هيثم نبيل، وهاي المحاضرة الخامسة بالسيل انجري. بهاي المحاضرة راح نسولف عن الانتراسيلولار اكيوميليشنز. احنا وين؟ احنا بالجنرال باثولوجي ببارت عن السيل انجري. بالسيل انجري سولفنا عن السيلولار ادابتيشنز، سولفنا عن الريفرسبل سيل انجري، سولفنا عن النكروسز، والمحاضرة اللي قبل هاي سولفنا عن الابوبتوسز والميكانيزم مالته. اخر محاضرة بالسيل انجري هي عادة تشمل حكي عن الانتراسيلولار اكيوميليشنز. الحقيقة هاي المحاضرة هي من ازعج المحاضرات وازعج من اي محاضرة احنا اخذناها الى حد الان، لان هي محاضرة جافة تعتمد على الحفظ بشكل رئيسي، ما بيها هواية ميكانيزمز، ما بيها هواية فهم، اوكي؟ يعني مجرد اشياء تحفظها، والمحاضرة نفسها تخوف، يعني لما تشوفها للملزمة وتشوف المحاضرة فشي صعب يعني حقيقة. فأني نقلتها على السلايدات، ويا السلايدات أني أيضا ضفت بعض الصور ورتبتها بطريقة معينة اللي بلكي شوية المحاضرة تكون تنهضم بيها. So let's start. So شنو هاي الانتراسيلولار accumulations اللي راح ناخذ عليها محاضرة احنا اليوم؟ في بعض الأحيان الخلايا تجمع بعض من المواد. هاي المواد ممكن انه هي ما تسوي شيء الخلية، تكون هارملس، أو ممكن تسوي انجري الخلية. هاي المواد ممكن تكون بالسيتوبلازم، او تكون within the organelles of the cell، او ممكن حتى بالنيوكليوس. هاي المواد ممكن هي تصنع من قبل هاي الخلية اللي تتجمعها، او ممكن تصنع في مكان اخر من الجسم بس تتجمع بهاي الخلية لسبب او لاخر. شنو انواع ذني المواد؟ شنو التايبس مالتهم؟ اولا انما هي normal cellular constituent، يعني هي عبارة عن مادة هي نورمالي تتصنع بالخلية، هي هاي المادة موجودة بالخلية بس بهاي الحالة دا تتجمع زيادة عن اللزوم لما دا يصل اكو انتراسيلولار اكيوميليشن. مثلا منو مدني المواد؟ المي، وعادة موجود بالخلية، الليبيدز، البروتينز، الكربوهيدرات، اوكي؟ ذني بارت فروم ذا نورمال سيلولار كونستيتيونت. ثانيا او ابنورمال سبستنس، يعني مواد غريبة على الخلية، هاي المواد عادة ما موجودة بالخلية. مثلا مادة تنتج نتيجة abnormal synthesis or metabolism، نتيجة تصنيع او هضم يعني غير صحيح، بحيث المفروض هاي العملية مال الهضم او هاي العملية مال التصنيع تنتج عنها مواد معينة، بس نتيجة انه هاي العملية تكون خاطئة تنتج عنها مواد ثانية المفروض هي ما موجودة هاي المواد بالخلية، اوكي؟ او ممكن هي تكون عبارة عن products of infectious agents، يعني بعض النواتج مال ال various infectious agents مثل الفيروسات، البكتيريا and so on. ايضا هاي تعتبر an abnormal substance للخلية. والثالثة انه تكون pigments اللي هي صبغات ببساطة. زين، ليش دا تتجمع ذني المواد؟ ليش دا تصير ذني intracellular accumulations؟ بشكل عام عندي ثلاث طرق تتجمع بيها هاي المواد داخل الخلية. اولا احتمال هاي المادة دا يزيد تصنيعها داخل الخلية، increase in the production، او تصنيعها طبيعي بس المفروض انه هاي المادة تطلع من الخلية يصير بها removal from the cell، بس بهاي الحالة ما دا يصير removal لهاي الخلية من من السيل، بدا يصير the failure to remove the substances، اوكي؟ بالتالي دا تتجمع هاي المادة أو ثياناتهم، دائما دا يصير increase in the synthesis وياها failure to removal. هاي المثال على هذا الباثوي مثلا الفاتي تشينج بالليفر اللي إن شاء الله سرح ناخذها قريبا خلال دقائق. الثانية إنه أكو مشكلة، سواء هاي المشكلة genetic or acquired defect بالميتابوليزم مال هاي المادة. المفروض هاي المادة عندها فد normal metabolic pathway وphysiological اللي يصير، واللي أخذتو ذني الميتابوليك باثويز بالبايوكيمستري، اوكي؟ لما ادي في الجينيتك او اكوايرد افكت بحيث الميتابوليزم مال هاي الخليه ما يصير، مثلا اكو انزيم رايح مثلا في حالات الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، يعني الالفا 1 انتي تريبسين ماكو، بالتالي لما عندي انزيم ماكو سواء هذا الانزيم جينيتك او اكوايرد بروبلم بي، وعاده جينيتك، زين، اللي راح يؤدي بانه الخليه هاي ماكو الانزيم اللي يشتغل عليها، العفو مو الخليه، الماده هاي ما موجود الانزيم اللي يشتغل عليها، بالتالي راح يصير بيها تجمع داخل الخلية، اوكي؟ او انه
مجرد أنه المادة تتجمع بس من دون الأشياء اللي ذكرناها بالنقطة الأولى والنقطة الثانية. فريكاب سريع، يا أما يزيد تصنيع المادة، يا أما failure to remove المادة، يا أما عندي مشكلة بالميتابوليزم مع المادة. ذني أكثر causes اللي يصير بيها intracellular accumulations. أوكي، راح نبدي بأول intracellular accumulation اللي يسموه بالفاتي changes or the steatosis. أوكي، اللي ببساطة هو شنو؟ عبارة عن تجمع abnormal accumulation للترايغليسيرايد ضمن الهيباتوسايتس. وليش قلنا الهيباتوسايتس؟ لأنه هي الخلايا الرئيسية اللي يصير بيها ميتابوليزم مال الفات. أوكي، يعني plays a central role بالفات ميتابوليزم، خلايا الكبد. هل معناها أنه الستياتوسيس يصير بس بخلايا الكبد؟ لا، ممكن يصير بالهارت، بالسكليتال مسلز، بالكدني. بس المين سايت عادة هو بالليفر، الهيباتوسايتس، وهذا very important point. اللي دا يصير أنه بخلايا الكبد دا يتجمع ترايغليسيرايد أكثر من اللازم. هذا الموضوع ببساطة. شنو الاتيولوجي؟ شنو المسببات بأنه دا يصير أدي هذا الاستياتوسيس؟ أهم شيء أريدكم تعرفوه هو ذني الاثنين اللي حط لكم إياها آني باللون البنفسجي، الألكوهوليزم والستارفيشن. وأهم شيء الألكوهوليزم، لما تجي بعدين نسولف عن الجي آي تي باثولوجي أو حتى من نوصل للمديسن والجي آي تي مديسن، أقول لك بالألكوهوليك ليفر ديزيز أكو استياتوسيس. أوكي، فيعني هذا فتشي راح نستعمله بعدين فأريدكم تعرفوه من هسه. الألكوهوليزم يسوي فاتي changes نتيجة زيادة بالفاتي أسيد موبيلايزيشن from the peripheral stores. يعني إحنا بالكرش مثلا أدنا فاتي أسيد، أوكي، يعني القصد بالأبدومن أدنا فاتي أسيد ستور و ترايغليسيرايد ستور، فهاي تروح للليفر. أوكي، بالconditions مثلا بالألكوهوليزم والستارفيشن، وهناك بالليفر تتجمع ذني ترايغليسيرايد، بالتالي يصير أدي الستياتوسيس. Other causes of steatosis include مثلاً البروتين مالنيوتريشن، obesity, diabetes, hypoxia, estrogens, tetracycline toxins. كل هذني ممكن تسوي steatosis. بس اللي أهم شيء لكم تعرفه هو الالكوهوليزم والستارفيشن، إن هذا أكثر شيء راح يربط بعدين بالكلينيكال، إنه الالكوهوليك ليفر ديزيز يصير بستياتوسيس. هذا الفاتي تشينج لما يكون مايلد وبسيط ما بيفد إفكت على الأورغان فونكشن، يظل الليفر يشتغل. فلما عندي مايلد ستياتوسيس ما عندي مشاكل، ما عنده إفكت على السيلولار فونكشن. بس لما يصير مور سيفير فاتي تشينج هذا will impair the cellular function. لهذا اللي عندهم الكهوليك ليفر ديزيز اللي عندهم سيفير ستياتوسيس راح يصير عندهم impairment بالليفر فونكشن. أوكي، and also the severe forms of fatty change مو بس impair the cellular function of the liver, it may lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. زين، شنو اللي يصير بالfatty changes؟ مثل ما قلنا الترايغليسيرايد تتجمع داخل خلايا الليفر ببساطة، هذا اللي أريدك تعرفه من عنده. بالنسبة للمورفولوجي مالfatty changes اكو هنا فت بوينت أريكم تنتبهون عليها. هنا عندنا لما الفات accumulate within the liver، يعني هو بالخلية بشكل عام، يبين على شكل vacuoles clear vacuoles بالبارينكايما مال السيلز، يعني vacuoles فارغة، خلينا نقول تبين هيجي. زين، بس الفات يسوي clear vacuoles؟ لا، إذا صار accumulation of glycogen أو water همين produce clear vacuoles بالخلية. زين، أنا شلون أعرف هاي الكلير فاكيولز اللي دا أشوفها بالخلية؟ أنا ما هشوف يعني فات بالخلية، هشوف كلير فاكيولز بالخلية. زين، أنا شلون أعرف أنه هاي الكلير فاكيولز هي كانت due to fat أو due to glycogen أو water؟ أوكي، لأنه كل هذا يسوي كلير فاكيولز بالسيتوبلازم مال الخلية. فلازم شو أسوي؟ أكو فد سبيشال تكنيك تخليني أعرف أنه هذا الموضوع هو فات مو glycogen أو water. شنو هاي السبيشال تكنيك؟ انه انت لما تريد تحضر التيشيو اللي تريد تسوي له اكزامينيشن حتى تعرف اذا بي ستياتوسيس او لا، اولا يو افويد فورمالين. اوكي، خلال التحضير، لانه الفورمالين يموع الليبيدز. اوكي، فانا لازم ابتعد عن الفورمالين، افويد ذا ليبيدز. وراها السكشنز اللي اني اريد اشوفهن
أصبغها بذني البيجمنت، يعني ذني الصبغات اللي هي السودان 4 or oil red O. ذني الصبغتين تخليني أقدر أشوف بأنه هاي الكلير فاكيوز هن فات. أوكي. وايا الجلايكوجين زين حتى أشوفه require staining with هاي ال PAS اللي هي periodic acid shift reaction. وايا الووتر ما ينصبغ لا بهذا النيتشه اللي حكيناها قبل شويه مال الفات ولا بالبيريودك اسيد شيف. من خلالها من هسه اقدر اميز انه هاي الكلير فاكيول ترى هاي لانه انصبغت بالسودان 4 او بالاويل ريد او ترى هاي فات. الثانيه اللي انصبغت بالبيريودك اسيد شيف هاي جلايكوجين، اللي ما تنصبغ باي وحده ترى هاي ووتر. بالنسبه لانه شلون يبين هذا الفاتي تشينجز جروس وميكروسكوبيكلي، واحنا قلنا انه الباثولوجي بي بارت هو جروس وميكروسكوبيك اللي هو هذا البارت المزعج اللي ما نحبه. اوكي، بس اللي راح نحاول نفهمه بالليفر، طبعا هو كل الاستياتوسيس هذا اللي بنسولف عليه هو بالليفر. المايلد فاتي تشينجز الحقيقه ما راح ياثر على الجروس ابييرنس مال الليفر، راح يبين الليفر كانما نورمال. وهواي بيشنتس وهواي ناس تعرفوهم اصلا زين عندهم مايلد استياتوسيس نتيجة الأوباسيتي، هاي اللي حكيناها دايابيتيز أوباسيتي والميتابوليك سيندروم، يصير عندهم فد مايلد استياتوسيس، بس إذا تشوف الليفر ماته يكون طبيعي. No, does not affect the gross appearance. وايل لما يصير يعني progressive fatty changes ويصير severe fatty changes، الليفر يكبر، the organ enlarges ويصير more yellowish in color. أوكي، يصير أصفر يعني. أوكي، والفات أصفر. ف organ enlarges ويصير more yellowish in color. خلينا نشوفه. then شوفه هنا بهاي الصورة. this is the normal liver histology and this is the normal gross appearance of the liver. while in this side this is the fatty liver. اوكي اللي نشوفه هنا نشوف بأنه الليفر أولا كبير أكبر من الليفر العادي وثانيا أصفر. اوكي so هو كبير وأصفر هاي. ميكروسكوبيكلي هسه سولفنا احنا شلون نشوفه، عباره عن كلير فاكيولز وذين ذا سايتوبلازم. تعالوا خلينا نشوفه. هذا هو الميكروسكوبيك ابييرنس اوف استياتو هيباتايتس. نشوف بانه هنا مثلا عندنا في اللارج هيباتوسايت، هاللي هسه حاطيكم اياها بهذا الداش لاين هذا الاسود. اوكي، وهاي اللارج هيباتوسايت اكو بيها تشوفون هذا السايتوبلازم مالتها. احنا عندنا هاي مثلا خليه طبيعيه، اوكي هذا السيتوبلازم اللي يكون إيوزينوفيلك. While this cytoplasm is clear كأنما فراغ اكو هنا. هيج تبين الخلية اللي بها fat accumulation. أولا الخلية كبيرة، دا تشوفوها الخلية كبيرة. وثانيا بها هاي الكلير فاكيولز مال الليبيد. أوكي، هسا خلصنا عن الليبيد accumulation، الفات accumulation. هسا switching gears into protein accumulation. البروتين اكيوميليشن حقيقة يصير أقل من الليبيد اكيوميليشن، ولما البروتين يصير داخل الخلية يبين على شكل إيوزينوفيليك دروبليتز فاكيولز أور أجريجيت. أهم شيء اللي أردكم تعرفه هو إيوزينوفيليك، يعني يبين وردي على أحمر، وهاي النقطة كلش مهمة. من الأخير بآخر المحاضرة من نناقش الأمايلويدوسيس، وي ويل توك نرجع لها هاي النقطة. أوكي، فالبروتين من يتجمع بالخلية مو ذاك كان يبين كلير فاكيولز، هذا راح يبين فشي وردي داخل الخلية. فمثال عن البروتين اكيوميليشن، الأمثلة عن البروتين اكيوميليشن هسه راح ناخذها مثلا بالكدني. بالكدني ممكن انه يتجمع الالبومين بالسيتوبلازم مال التيوبيلار سيلز مال البروكسيمال تيوبيول. هاي وين تصير؟ تصير لما اكو انكريز اوف فلتريشن اوف بروتين ثرو ذا جلوميرولس. يعني بقى اعذروني على هاي الشخابيط، بس باو عندنا هاي الجلوميرولاس مال الكدني، يعني انا متاكد انتم بالفيزيولوجي شايفيها. اذا هاي الجلوميرولاس طلعت بروتينز، هاي البروتينز وين راح تفوت؟ بالتيوبيول. هاي التيوبيول التيوبيلار سيلز راح تمتص ذني البروتينات، فتتجمع البروتينات within the cells of هذا البروكسيمال تيوبيول، وتبين البروتينات داخل السيلز مال هذا البروكسيمال تيوبيول. فهذا الموضوع وين يصير ممكن؟ يصير بالديزيزز اللي يطلع بيها بروتين هواية من الجلوميرولس ويفوت الى يعني يصير فلتريشن عن البروتين، مثلا وين؟ بالنفروتيك سيندروم.
ولما هذا البروتين يتجمع بالسيتوبلازم مال التيوبولار سيلز شو راح يبين؟ هسه قلت لكم اياها. لما البروتين يتجمع بالخليه يبين وردي بينك هايلاين سيتوبلازميك دروبلتس. شوفوا ذني الجلوميرولس فور اكزامبل، اوكي ذني العفو خلايا تيوبولز فور اكزامبل تيوبولار سيلز، لما نجمع بروتين تشوفون اكو فد يعني اشياء دروبلتس صايره بلونها ورديه على حمراء داخل السيتوبلازم مال الخلايا، هو هذا البروتين accumulation within the tubular cells ببساطه. اوكي هاي تصير بحاله النفروتيك سيندروم. Other examples of protein accumulation، مثلا اذا الاميونوجلوبولينز، اوكي الاميونوجلوبولينز تعرفوها اكيد من الاميونولوجي اللي هي عباره عن بروتينز، اوكي هاي وين تصنع بالبلازما سيلز ذني الاميونوجلوبولينز يعني الانتي بوديز. اوكي فهاي الانتي بوديز اذا تجمعت بال اندوبلازميك ريتيكولم مال البلازما سيلز تبين على فتشي يسموه بالروسل بوديز. اوكي وان شاء الله هاي نجيها بعدين نسولف عليها الروسل بوديز ان اذر سكشنز اوف باثولوجي نرجع لها، بس اريدكم بس تبقوها ببالكم حاليا انه اذا الاميونوجلوبينيز اللي هي عباره عن بروتينات اتجمعت بالاندوبلازميك ريتيكولم مال الخلايا اللي هي تصنعها، هي عاده الخلايا منو اللي تصنع الانتي بوديز؟ البلازما سيلز. اوكي شي يطلع عندي الراسل بوديز. ايضا بالالكوليك ليفر ديزيز اللي هسه سولفنا عنه ممكن انه يصير اكيوميليشن اوف انتراسيلولار بروتينز اللي تسمى بالمالوري بودي، اوكي اللي يطلع على شكل ايوزينوفيليك انكلوجن بالليفر سيلز. زين انا قبل شوي رويتكم اياها هاي الخليه، شفناها احنا صور هاي الخليه اللي قلنا هاي الكلير اللي هي هاي الليبيد. زين هذا شنو؟ اوكي هذا داخل خليه، هذا هو المالوري بودي مثل ما قلت لكم ايوزينوفيليك يعني وردي على احمر accumulation of protein inside the cell، هذا يسموه بالمالوري بودي. اوكي راح نسولفنا هسه عليه ولما نروح للجي اي تي باثولوجي هم راح نرجع نسولف عليه، فيري امبورتنت مالوري بودي يصير بحالات الوين الالكوهوليك ليفر ديزيز. ايضا في حالات مثلا الزهايمر ديزيز يصير accumulation of neurofibrillary tangle اللي هي مجرد همين aggregation of proteins بالبراينز مال البيشنتس اللي عندهم الزهايمر ديزيز. اوكي فالاكزامبلز مال البروتين اكيوميليشن اللي اخذناها هي بالنفروتيك سيندروم، اخذنا بالبلازما سيلز اللي يطلع على شكل راسل بوديز، بالالكوهوليك ليفر ديزيز عندنا المالوري بوديز، وهاي نيوروفيبرالي تانجل بالالزهايمر ديزيز. اوكي سو سولفنا عن الفات اكيوميليشن وبروتين اكيوميليشن، بقى فتشي بالكربوهيدرات صحيح؟ المفروض يعني منطقيا انك فتشي بالكربوهيدرات بعد اللي هو الجلايكوجين اكيوميليشن. الحقيقه هذا فتشي مو مهم اوفر اول بس نسولف عليه شويه. الاكسس accumulation of glycogen اللي هو اقل وحده اهميه من اللي حكيناها قبل شويه كان بيسين بالذنيل الفولوينج كونديشنز، مثلا بالبولي كنترول دايابيتيز ميلايتس يصير glycogen accumulation بالرينال تيوبل ابيثيليوم بالكاردياك ماسلز اند اولسو بالبيتا سيلز مال ايلتس اوف ذا بانكرياس مال ايلتس اوف لانجرهانز. ايضا بمرض هو اسمه glycogen storage disease، اوكي اللي يصير بهذا المرض بانه كفد انزيماتيك ديفكت، بغض النظر هو شنو هذا الانزيماتيك ديفكت، هذا بالبايوكيمستري طبعا حكي عنه الجلايكوجين ستورج ديزيز، اللي يصير بانه يصير اكيوميليشن اوف جلايكوجين بمختلف الخلايا مال الجسم نتيجه انه خلايا الجسم ما تقدر تسوي بروبر ميتابوليزم اوف جلايكوجين نتيجه مثل ما قلنا اكو انزيماتيك ديفكت. هسه وصلنا الى موضوع جدا مهم، مو بس مهم جدا مهم، اللي هو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. اوكي الباثولوجيكال كالسيفيكيشن هو همينه هو عباره عن ديبوزيشن ابنورمال تيشو ديبوزيشن مال منو؟ مال املاح الكالسيوم، كالسيوم سولتس ممكن وياها يعني كميات اقل من الايرون من المغنيسيوم واذر من المينرال سولتس، بس اهم واحده هي الكالسيوم سولتس وبي نوعين، والتفريق بين ذني النوعين جدا مهم بالباثولوجي، من الاشياء الرئيسيه ومن الاوبجكتيفز مال دراسه الباثولوجي انه تعرف تفرق بين الانواع مال الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. اول نوع هو الدستروفيك كالسيفيكيشن. دستروفيك هذا شنو فيكته؟ انه اكو تيشيو بمشكله، سواء هذا التيشيو بي مثلا فد
داينج تشيو، يعني هذا التشيو مات بالنكروسز اللي سولفنا عليها وانواع النكروسز اللي سولفنا عليها، سواء كوجيلاتيف، كازياس، ليكوفاكتيف، زين دني كل هالاشياء اللي سولفنا عليها، او فد مكان بي دامج مثلا area of all the trauma for example، او مثلا بالاثيروسكليروسز الارياز مال اثيروماز مال اثيروسكليروسز اللي راح نحكيه بشكل تفصيلي اكثر ان شاء الله بالكارديوفاسكولار باثولوجي، ايضا بالهارد فالفز اللي صار بها دامج هارد فالف، او مثلا بالليف نود اللي صار بها دامج نتيجه التوبركلوسز، يعني منطقه بها مشكله، منطقه بها دامج، فيجي الكالسيوم يتجمع بيها. اوكي، فهنا شنو اللي عندنا اياها، هذا النوع من الكالسيفيكيشن هو لوكال، مو بكل الجسم، لا هو المنطقه اللي بيها مشكله راح يجي يتجمع بيها. ثانيا المنطقه اللي صار بيها التجمع مال الكالسيفيكيشن هي نوت انورمال تيشو، هي تيشو بي مشكله، عاده داينج تيشو، تيشو ميت او بي دامج. اوكي، ثالثا السيرم كالسيوم نورمال، الكالسيوم بالجسم نورمال، بس هاي المنطقة نتيجة انه بيها مشكلة اجتي وتجمع الكالسيوم بيها، فماكو عندي هايبر كالسيميا بالجسم والسيرم كالسيوم كونسنتريشن از نورمال. فهذا هو الدستروفيك كالسيفيكيشن. اهم البوينتس اللي بيه انه ماكو هايبر كالسيميا بالجسم، السيرم كالسيوم عندي نورمال، المنطقة اللي دي يتجمع بها الكالسيوم هي لوكال مو بكل الجسم، والتشيو هو abnormal tissue a dying tissue. شوفوا مثلا هذا example of dystrophic calcification اللي هو وين صاير بالaortic valve. اوكي، هذا اللي نشوفنا قدامنا هو الaortic valve، وهاي المنطقة اللي هنا أنا هاي تشوفوها. اوكي، this is areas of dystrophic calcification. فشلون يبين هذا pathological calcification grossly؟ يبين على شكل فت فاين وايت جرانيولز اللي شفناها هسه كانما حبيبات بيضة، واذا طبعا تقدر تلزمها يعني بالجروس ابييرانس تكون جريتي، يعني تكون شلون ما نقول كرانشي. اوكي، هاي الديبوزيشن. النوع الثاني من الكالسيفيكيشن هو الميتاستاتيك كالسيفيكيشن. الميتاستاتيك كالسيفيكيشن هو ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس اللي هي معنى الكالسيفيكيشن اصلا. اوكي، بالنورمال تيشوز، هاي اول اختلاف عن الباثولوجيكال الديستروفيك كالسيفيكيشن سلفنا قبل شويه، ذاك كان التيشو داينج، هنا التيشو نورمال تيشو. ليش دي يصير ديبوزيشن اوف لعد كالسيوم بنورمال تيشو؟ يصير لانه انا عندي هوايه كالسيوم بالجسم، يعني عندي هايبر كالسيميا. هنا اكو هايبر كالسيميا، هناك ما كان اكو هايبر كالسيميا، السيرام كالسيوم كان نورمال، هنا لا عندي هايبر كالسيميا. ليش دي يصير عندي هايبر كالسيميا؟ الاسباب مال هايبر كالسيميا هي عديده الحقيقه. مثلا فور اكزامبل هايبر كالسيميا ممكن تصير نتيجه اكسس كالسيوم انتيك ببساطه، اوكي؟ مثلا بالملك الكالاي سيندروم او بال انتي اسيد ثيرابي، او مثلا مريض عنده هايبر باراثايرويدزم، هذا فيري امبورتنت كوز اوف ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. بالهايبر باراثايرويدزم انتو اكيد انتو ماخذين فيزيولوجي، بالفيزيولوجي الباراثايرويد هرمون شو يسوي؟ يزيد السيرام كالسيوم بالدم. زين، انا لما عندي زياده بانتاج الباراثايرويد هرمون، ايش راح يصير؟ راح يزيد الكالسيوم اللي موجود بالدم ببساطه. فشنو راح يصير؟ لما اكو كالسيوم هوايه بالدم، راح يصير عندي هايبر كالسيميا، والهايبر كالسيميا ممكن تسوي ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. اوكي؟ ايضا اذا انا عندي destruction of bony tissue، لما يصير البون دا يتكسر، destruction دا يصير بيه. البون من شنو يتكون؟ كالسيوم اند كالسيوم سولتس. فلما يصير مثلا عندي فد تيومر فد ورم او عندي فد مالجنسي بالبون مره مثلا مالتيبل مايلوما، يصير ديستركشن البون تشيو، يطلع الكالسيوم ويؤدي الى ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. او مثلا فور اكزامبل احنا نعرف انه الميتابوليزم اوف كالسيوم اولسو انفولف فيتامين دي، فمثلا اذا صار انتوكسيكيشن وذ فيتامين دي، واحد ياخذ سبلمنت مال فيتامين دي كلش هوايه، فيتامين دي انتوكسيكيشن، فما هذا ممكن يؤدي الى هايبر كالسيميا اند ليد تو ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. اولسو بعض الجرانيولوميتس ديزيزز اللي ان شاء الله راح ناخذها اللي هي مثلا ساركويدوسز، ايضا يصير هايبر كالسيميا. ايضا بحالات الرينال فيلير يصير هايبر كالسيميا نتيجه شيء يسموه بالسكندري هايبر باراثايرويدزم،
نسولف عليها اكثر ان شاء الله بالنفرولوجي وبالاندوكرينولوجي. اوكي هذا السكندري هايبرباراثايروديزم. المهم الفكره شنو؟ دا يصير عندي زياده بالكالسيوم بالدم. هذا الكالسيوم دا يتجمع ويروح يسوي ديبوزيشن بتيشوز هي نورمال. منو ذني التيشوز اللي هي يتجمع بها الكالسيوم ويصير بها ديبوزيشن بحالات الميتاستاتيك كالسيفيكيشن؟ بالجاستريك ميوكوزا، بالكيدنيز، باللنجز، السيستميك ارتريز، والبولموناري فينز. ذني اهم التيشوز. اوكي and lead to damage to these tissues. يعني أذكر من الأسئلة الفيكة بالباطنية، تدرون شو يجيبوا لكم مرات؟ يجيبوا لكم مرات مريض أدى kidney stones أوكي وأدى peptic ulcer أوكي نتيجة الدمج بالgastric mucosa. فيجيك مريض شنو هذا؟ شو أدى peptic ulcer وأدى kidney stones؟ ويطوكم شغلة شغلتين وياها ويقول لك شنو التشخيص، ويطلع التشخيص هو هايبركالسيميا نتيجة مثلا هايبرباراثايروديزم. فأنت إذا ما مفتهم أنه بهذا المريض ترى دا يصير ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، وهذا الميتاستاتيك كالسيفيكيشن هو انفولف الجاستريك ميوكوزا والكيدنيز، بحيث المريض دا يصير عنده بيبتيك ألسريشنز أو مثلا ملتيبل ألسريشنز بالكيدني، بالعفو بالجاستريك ميوكوزا وياها كيدني ستونز. زين ما راح تقدر أنه تفهم ترى هذا الكوز مالته هو هايبركالسيميا إذا ما تعرف أنه الميتاستاتيك كالسيفيكيشن بالباثولوجي قاريها بأنه الميتاستاتيك كالسيفيكيشن انفولف الجاستريك ميوكوزا والكيدنيز كمين أورجنز هو اللي يضربها. أوكي؟ فهاي فائدة اللي مفتهم الباثولوجي، تعرف الميتاستاتيك كالسيفيكيشن المن دي يضرب فتقدر تربطها بعدين بالباطنية. نشوف هنا هاي الميتاستاتيك كالسيفيكيشن بالمايكروسكوب. هاي طبعا منو هذا التشيو؟ هذا التشيو هو لانك تشيو، هاي الفيولاي اوكي وهاي الاير سبيس، هاي الاير سبيسز. فاللي صاير هنا نو كالسيفيكيشن ان ذا وولز اوف ذا الفيولاي، هاي تشوفوها الالفيولاري وولز ما تكالسيفاي، ونتيجه انه هذا ديستريبيوتد يعني كله متوزع على كل الالفيولاي، هذا معناها انه النوع مال كالسيفيكيشن هنا هو ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. اوكي سو ناو احنا شخذنا بهاي المحاضره الى حد الان، أخذنا إلى حد الآن accumulation of fat, of proteins, and of glycogen بالبداية. وراها أخذنا عن الكالسيفيكيشن. الباثولوجيكال كالسيفيكيشن ويقسم إلى ديستروفيك وميتاستاتيك اللي سولفنا عليها. هسه راح ناخذ مثل ما قلنا بالبداية أنه ممكن الخلايا تجمع صبغات pigments. فراح نسولف على البيجمنتس اللي ممكن الخلية تجمعها. شنو أسبابها؟ شو وقت تصير وإلى آخره. ونركز على أمور معينة بها اللي هي الأمور المهمة. البيجمنتس بشكل عام الصبغات يا اما تكون من خارج الجسم اكزوجينس او اندوجينس، يعني فشي خارجي او فشي داخلي ببساطه. امثله على الاكزوجينس بيجمنتس الخارجيه مثلا الانثراكوسيس اوكي اللي هو عباره عن كاربون اكيوميليشن. هاي مثلا وين تصير؟ ذولا مثلا عمال المناجم فور اكزامبل، ذولا يستنشقون هوايه الكربون وليد بأنه يصير carbon accumulation of carbon particles بالالفيولار macrophages. طبعا لما تجي يعني اكو بالالفيولار macrophages تجي هاي macrophages شافت فشي غريب اللي هو الكربون فشي exogenous اجتي سوت له اجتي هاي الالفيولار macrophages واخذته، فصار accumulation للكربون بالالفيولار macrophages، وهذا بعدين ترانسبورت طبعا وين macrophages راح تدزه للليمف نودز مال تراكيوبرونكيال تري. ف أبير هذا الكربون مثل الأول مناجم، أنت من هسه دا أقول لك كلمة منجم أول شيء راح تفكر به هو فشي أسود أوكي، فأبير as black discoloration لأن الكربون black أوكي. ثاني نوع من البيجمنتس هي التاتوينج التاتو أوكي ببساطة اللي هو عبارة عن localized exogenous pigmentation نتيجة أنه البيجمنتس اللي دا تصير بالتاتوينج اللي دا تحقن بالتاتوينج هي فيجوسايتوز باي ذا تيرم ماكروفاجز، يعني هم الماكروفاجز تجي تشوف فشي غريب تجي تاخذ هذا الفشي الغريب وتسوي له فيجوسايتوسز هاي الماكروفاجز وتبقى الصبغه بيها اوكي. فاللي يصير هو هذا التاتوينج، تشوفون هاي السواد اوكي ذس از ذا انثراكوسز، هذا هو الكربون اللي موجود within the macrophages. هسه خلصنا الاكزوجينس بيجمنتس اللي اخذنا اثنين عليها الانثراكوسيس والتاتوينج. الاندوجينس بيجمنتس اللي هي اشياء تصنع ضمن الجسم
أشياء داخلية. أول واحدة اللي أريدكم تنتبهون عليها جدا وهي أهم واحدة بيهن هي اللايبوفيوسم. هاي عبارة عن تركيبة من الليبيدز من الفوسفوليبيدز وياها فد بروتين. هاي يسموها بالوير أنتير بيجمنت. يعني شنو؟ هي فد بيجمنت تصير ويا العمر نتيجة الأيجينج مال الخلية. أوكي؟ and هاي البيجمنت not injurious، ما تسوي مشاكل لا للخلية ولا للفانكشن مالتها. هي شنو فكرتها؟ انه هي is a sign of a free radical injury and lipid peroxidation. احنا اخذنا الفري راديكلز وقلنا بانه الفري راديكلز شلون تأذي الخلية عن طريق lipid peroxidation if you remember. اوكي، فهي هاي الليبوفيوزن it is a sign of a free radical injury. وين عادة اشوفها؟ اول شيء اريدكم يبقى ببالكم انه هي بالايجينج بروسيس، يعني هي بيجمنت تبين بالكبار. اوكي، هاي البيجمنت وين تنشاف؟ بالليفر والهارت اوف ايجينج بيشنتس، مثل ما قلنا بالايجينج بالكبار بالليفر والهارت مالتهم، اور بيشنتس ايضا اللي عندهم مثلا سيفير مال نيوتريشن اتروفي اند كانسر كاتشيكسيا ممكن تنشاف عندهم. بس اللي اهم شيء اريده يبقى عندكم بالكم انه تنشاف بالليفر والهارت اوف ايجينج بيشنتس. وهي هاي اللايبوفيوسن بالهارت يسموها فشي يسموه بالبراون اتروفي، لان هسه مثل ما راح نشوفها انه هي تكون يعني صفرة على جوزيه. اوكي، فيسموها بالبراون اتروفي. شوفوا هنا هسه هاي اللايبوفيوسن بالخليه اللي من يشوفها فهي هاي. شنو هاي؟ هاي النيوكليوس مال خليه مال القلب. اوكي، احنا بالقلب، هاي الخليه يعني كاردياك مصل، وهاي الكاردياك مصل هاي النيوكليوس مالتها. بصف النيوكليوس هذا اللي دي نشوفه عبارة عن أشياء جرانيولز صايرة بين الأصفر وبين الجوزي، تتفقون؟ بين الأصفر وبين الجوزي عبارة عن حبيبات جرانيولز بالبيرينيوكليار، يعني بصف النيوكليوس مال الكاردياك مايوسايت. وجودها يدل بأنه أكو physiological aging of the cell. Okay. Physiological، هي it is not a pathological pigment. Not a pathological pigment. هي ما تسوي مشكلة للخلية، هي تصير كفيزيولوجيكال بيجمنت نتيجة مثل ما قلنا فري راديكال انجري اند ليبيد بيروكسيديشن، وتنشاف بالهارت والليفر مال الايجينج بيشنتس. البيجمنت الثانية اللي ممكن تتجمع بالجسم هي الميلانين. اوكي، اللي هي عبارة عن فد براون تو بلاك بيجمنت، بتصير لما الانزيم اللي هو تيروسينين كاتالايزز دي اوكسيديشن اوف تيروسين الى فد شيء يسموه بال داي هيدروكسي فنيل الانين. اوكي، بالميلانوسايتس مال مختلف اجزاء الجسم. بشكل عام هذا حكي ما يخصكم، اوكي مو مهم. شو وقت يصير اكيوميليشن مال الميلاني؟ يصير بالمالجنت ميلانوما. اوكي، ممكن يصير اكيوميليشن اوف مالجنت، العفو اكيوميليشن اوف ميلانين بحالات المالجنت ميلانوما. البيجمنت الثالثه اللي تسمى بالهيموسيدرين. الهيموسيدرين هي عباره عن هيموغلوبين ديرايفد، هم يعني شلون قبل شوية يلو تو براون جرانيولار بيجمنت. هاي البيجمنت شنو فيلمها؟ انه هي تحتوي على ايرون. لما يصير زيادة بالايرون بالجسم نتيجة سيستميك ايرون اوفرلود، شنو اللي يصير؟ اللي يصير بانه بالبداية هو الفيروتين يزيد، اوكي، اللي هو الستورج مال ايرون. لما هذا الفيروتين يزيد ويبدي يتجمع تصير عندي هاي الهيموسيدرين. اوكي، فالهيموسيدرين ببساطه هي تجمع مال الفيروتين، تمام، وهذا الفيروتين هو صاير نتيجه ايرون اوفرلود، زياده بالايرون. الايرون ممكن انه اني القيه بالتشوب فد رياكشن يسموه بالبروشيان بلو رياكشن. زين، احنا قلنا انه ممكن يصير نتيجه سيستميك ايرون اوفرلود، اكو ايرون هوايه بالجسم، ممكن تكون على شكل لوكالايزد بروسيس. شو وقت مثلا ممكن تكون على شكل localized process؟ يعني بمنطقة معينة اكو بيها هيموسيدرين. شو وقت؟ خلينا نشوف. تصير مثلا هذا local excess of iron بمنطقة معينة، مثلا وين؟ مال واحد مزارق، اوكي، مثل ما نقول البروز اللي لونها ازرق، اوكي؟ هاي البروز هو عبارة عن شنو؟ هو red blood cells. red blood cells تحتوي على هيموغلوبين، هيموغلوبين ويا iron. فيصير excess of iron بمكان معين. من يصير اكسس اوف ايرون بمكان معين راح يصير ادي لوكالايزد هيموسيدروسيس،
اوكي. فالكلر تشينجز هاي اللي يصير بال بال يعني بالضربه احنا نسميها بال بالبروزنج اوكي، هي نتيجه بانه الهيموسيدرين دي يترسب بالماكروفاجز، فدي يصير نوع من اللوكالايزد هيموسيدروسز، دي يعطي اللون مال هاي الضربه اوكي. فاحنا نعرف انه الضربه تبدي بالبدايه زرقاء وبعدين تتحول الالوان مالتها الى ان تختفي. هذا الكلر تشينجز هي نتيجه اللوكالايزد هيموسيدروسز. او ممكن الموضوع يكون سيستميك اوفرلود اوف ايرون، انه الايرون بالجسم بشكل عام زايد. زين شنو الاسباب اللي ممكن يزيد بها الايرون بالجسم؟ ممكن انه ادي دي يصير انكريز ابسوربشن للدايتري ايرون، ممكن انه فور اكزامبل واحد ياخذ دم هوايه ترانزفيوجن، لا احنا ويا كل ترانزفيوجن احنا دا ننقل ايرون ايضا للبيشنت، فويا كل ترانزفيوجن المريض اللي يحتاج الى مالتيبل ترانزفيوجنز راح يصير ايرون اوفرلود بالجسم مالته اوكي. فهذا ممكن يؤدي الى سيستميك اوفرلود اوف ايرون. زين هذا شنو راح يؤدي اذا صار سيستميك اوفرلود اوف ايرون؟ احنا نعرف انه هي مبدئيا الهيموسيدرين هاي وين موجوده، اللي هي قلنا هي عباره عن ايرون اوكي. هاي الهيموسيدرين هي موجوده بالتيشوز اللي لها علاقه بالايرون، مثلا البون مارو، لان هو هذا التيشو اللي يصنع الار بي سي اللي لازم تحتوي على ايرون اوكي. فمثلا بالبون مارو، بالسبلين اللي يكسر الار بي سي اكيد لازم ياخذ الايرون، خو ما يودي الايرون وين يروح الايرون، فالسبلين بي هيموسيدرين، باللنف نودز ايضا اوكي، وبالليفر. ذني تيشوز هي عاده بها هيموسيدرين، بس لما يصير هيموسيدرين يتجمع باذر تيشوز ان ذا بودي، هذا الموضوع خطا اوكي. نتيجه يعني هذا الموضوع هو مو صحيح، هذا الموضوع ده يصير نتيجه سيستميك اوفرلود اوف ايرون، نتيجه انه انا ده يصير عندي هيموسيدرين هوايه. ليش هاي الهيموسيدرين هوايه؟ مثل ما قلنا نتيجه سيستميك اوفرلود اوف ايرون. وين تتجمع هاي الهيموسيدرين؟ مينلي تارجتس ذني الاورجنز اللي هي الليفر، البنكرياس، الهارت، والاندوكرين اورجنز، وذني لازم كلش تعرفهن زين، وهسه حقول لك ليش. فذني الاورجنز راح يتجمع بيها الهيموسيدرين اوكي. والهيموسيدرين شنو لونه؟ اصفر على جوزي اوكي. فتبدي ذني الاورجنز يصير برونز ان كلر، يعني يصير ذني الاورجنز برونزيه. بالستيج مال هيموسيدروسس انه اكو هيموسيدرين متجمع بذني الاورجنز، هذا الموضوع ما راح ياثر على الفانكشن مال ذني الاورجنز بالستيج مال هيموسيدروسس. هيموسيدروسس از رايد جرين، يعني اوكي يعني اوكي اكو ايرون متجمع بس ما يضرب الاورجنز، داز نوت دامج البارينكيما سيلز او امبير ذا فانكشن مال ذني الاورجنز اللي سولفنا عليها. وايل بالستيج اوف هيموكروماتوسس اللي هي شنو؟ هذا الهيموسيدروسس متجمع اكثر واكثر، صاير الى مرحله كلش هوايه بحيث يصير ادي دامج الذني الاورجنز، بحيث يصير اكو عندي تيشيو انجري، يصير عندي اورجان ديس فانكشن. بالتالي لما راح ناخذ بالباطنيه مرض اسمه هيموكروماتوسز اللي هو عباره عن تجمع مال هيموسيدرين بالاورجنز اللي هسه شرحناه. شنو المانيفستيشنز مال هذا المرض؟ وشنو الاعراض مالته؟ هو عباره الاعراض مالته عن ليفر سيروسز. ليش؟ لانه الهيموسيدرين حيتجمع بالليفر. ايضا دايابيتيز لانه الهيموسيدرين راح يتجمع بالبنكرياس. هارت فيلير نتيجه انه الهيموسيدرين يحب يتجمع بالهارت اوكي. فالمانيفستيشنز مال هيموكروماتوسز تفكر بيها، لا شو وقت تفكر بمريض عنده هيموكروماتوسز من مريض عنده ليفر سيروسز وهارت فيلير ودايابيتيز، هنا انا افكر بالهيموكروماتوسز. زين اني من اوصل للباطنيه واني ما فاهم شنو الهيموسيدروسز وما فاهم انه ذني البيجمنتس تحب تتجمع بذني الاورجنز، مجرد راح احفظ انه الهيموكروماتوسز يعني هو يجي هيجي وهيجي وهيجي، بس ما ادري ليش يصير هيجي. بينما هنا اني فهمت انه الهيموسيدرين اللي هي البيجمنت اللي مسؤوله عن الهيموكروماتوسز تحب تتجمع بالليفر وبالبنكرياس وبالهارت. ولهذا الهيموكروماتوسس شي يسموه بالبرونز دايابيتيز ميلايتس. شلون يعني برونز دايابيتيز؟ لانه المرضى اللي عندهم هيموكروماتوسس يصير عندهم دايابيتيز. ليش؟ لانه قلنا يضرب البنكرياس اوكي، الهيموسيدرين يضرب البنكرياس ويتجمع بيه يعني،
فيؤدي إلى diabetes mellitus. أيضا هذا الهيموسيدرين يتجمع بالسكن، وشنو لون الهيموسيدرين؟ أصفر على جوزي، يعني برونزي. فالأشخاص اللي عندهم هيموكروماتوسيس يكونون عندهم diabetes ولونهم برونزي، لونهم يعني هو تباوع عليه هذا الشخص برونزي، فيسموهم برونز diabetes. أوكي، ولهذا الهيموكروماتوسيس يسمى بالبرونز diabetes. من اجى هذا البرونز؟ من اللون مال الهيموسيدرين. آخر شيء راح نسولف عليه بهاي المحاضرة هو الأمايلودوسيس. الأمايلودوسيس الحقيقة مرض صعب، يعني هو الأمايلودوسيس كمصطلح وكإنتيتي هو فتشي صعب، حتى تشخيصه بعدين بالباطنية صعب، جدا صعب، وهسه راح أرويكم ليش. بالبداية خلنا نفهمه هو شنو هو حتى أعرف إن شاء الله بعدين بالباطنية إنه شلون أشخصه، شلون أعالجه وإلى آخره. هو بالبداية شنو هذا الأمايلودوسيس؟ هو عبارة عن فد ديس أوردر characterized by deposition, extracellular deposition of abnormal protein material. Abnormal proteins يعني بروتينات abnormal يصير بها deposition بال extracellular spaces. Okay. بحيث انه ذني الabnormal proteins تؤدي الى formation of insoluble fibrils. زين. شنو اللي دا يصير هو بالamyloidosis؟ ببساطة أنا ما يتعقد عليكم الموضوع، ببساطة إحنا تذكرون يعني if you remember from the biochemistry and from protein synthesis، البروتين من يتصنع أكو multiple steps بي. أوكي، يعني بالبداية synthesis of amino acids من الـ mRNA والآخره إلى أن يطلع البروتين بالشكل اللي نعرفه. إذا صارت مشكلة يعني هي واحدة من الـ steps مال البروتين سينثيسيس هي الفولدينج اوف بروتينز، الطويه مال البروتين بحيث يطلع بالشكل اللي احنا نعرفه. زين، اذا صار عندي ابنورمال فولدينج اوف بروتين، يعني الفولدينج ما صار زين، هذا راح يؤدي الى انه هاي البروتينات تكون انسوليبل، مذوب. اوكي، وتتجمع تسوي اجريجيشن، وذني الاجريجيت يصير بها ديبوزيشن بالاكسترا سيلولار ماتريكس. اوكي، فهاي الفكره مال الامايلودوسيس هي عباره عن ابنورمال بروتينيشيس ماتيريال نتيجه مس فولدد بروتينز، البروتينات ما يصير بها فولدنج بصوره صحيحه. زين، الامايلودوسيس هذا بانواع، لانه ذني البروتين اللي دا يصير بها مس فولدنج هي مو بس نوع واحد، هوايه بروتينات ممكن يصير بها مس فولدنج وتنطي الانواع مال الامايلودوسيس، لانه كوبي اكثر من نوع. تعالوا خلينا نفهمهن واحدة واحدة شنو ذني. أول واحدة يسموها بالأمايلويد لايت تشين اللي هو AL، أمايلويد L هو لايت تشين. إحنا عندنا بالإميونوغلوبيلينز يعني الأنتيبوديز، أوكي، عندنا هيفي تشينز وعندنا لايت تشينز، هاي فد بيسك برينسيبل. إحنا بالإميونوغلوبيلينز عندنا هيفي تشينز ولايت تشينز. اللي ما يعرفها للهيفي تشينز واللايت تشينز هي هاي. تشوفون هذا هو الانتيبادي، هذا هو الاميونوغلوبولين، هذني هن الهيفي تشينز اللي مو شغلنا هسه، ذني الزرق هن اللايت تشينز. اوكي، صارت مفهومه؟ هذني اللايت تشينز. زين، هذا الاي ال امايلودوسيس، هذا الاي ال هو عباره عن مس فولدد لايت تشينز. هي اللايت تشينز هي عباره عن شنو؟ هي بروتينات. اوكي، فمس فولدد لايت تشينز هي الـ AL amyloidosis. أوكي، يعني الـ amyloid light chain. زين، هذا مين derived منطقياً؟ من اللي يصنع الـ immunoglobulins؟ الـ plasma cells. من اللي يصنع الـ light chains؟ الـ plasma cells. فمين derived هذا الـ AL؟ من الـ plasma cells. أوكي، هذا أول واحد. زين، النوع الثاني اللي هو الـ AA اللي يسموه بالـ amyloid fibril. هذا شنو؟ احنا عندنا لما يصير انفلاميشن بالبادي، وهاي حنعيدها هوايه بالباثولوجي، حتى من نذكر الانفلاميشن راح نسولفها. من يصير عندي انفلاميشن بالبادي، الليفر يقوم يصنع مجموعه من البروتينات يسموها بالاكيوت فيز رياكتنتس. اكيوت فيز رياكتنتس هي مجموعه من البروتينات اللي الليفر يقوم يصنعها اكثر من عندي انفلاميشن بالبادي، وراح نحكيها اكثر ان شاء الله بالبارت عن الانفلاميشن. زين، ذني قسم من ذني الاكيوت فيز رياكتنس اذا صار بها مس فولدنج ذني الاكيوت فيز رياكتنس
شنو اللي راح يطلع؟ يطلع الـ AA اللي هو الأمايلويد فيبرل. فش وقت يصير الأمايلويد فيبرل؟ لما عندي inflammation بالبادي، مثلا عندي chronic inflammatory diseases. أوكي؟ لما عندي chronic inflammatory diseases الليفر يقوم يصنع ذني الأكيوت فيس رياكتنس، من يصير بها misfolding يطلع الأمايلويد فيبرل. So they are synthesized in the liver. الـ A هذا B هو فاوند بالسيربرال ليجنز مال المرضى اللي عندهم الزهايمر ديزيز. الورا هو فشي يسموه ترانز ثايرين. هذا شنو هو؟ الترانز ثايرين هو عبارة عن نورمال سيرام بروتين موجود هو بالسيرام، يروح ينقل الثايروكسين. ثايروكسين الهرمون مال الغدة الدلقية، اوكي، ثايروكسين، فلهذا سموه ترانز ثايرين، ينقل الثايروكسين ببساطة. الترانسفيرين مثلا ترانز ينقل فرين اللي هو الايرون، اوكي، يعني القصد، فهذا اسمه ترانس تايرين. من اسمه تعرف هو ايش يسوي، ينقل ثايروكسين. فهذا الترانس تايرين اذا صار بي مس فولدينج راح ينطي فد نوع من الامايلويدوسيس، اوكي، ينطي فد نوع من الامايلويدوسيس اذا صار بي مس فولدينج. هذا عاده ليش يصير بي مس فولدينج وليش يصير بي مشاكل؟ نتيجه هيريديتري ديس اوردر، يعني فد شيء جينيتيك، انه انت تورث من العائلة فالجينيتك بروبلم اللي تخلي بانه يصير لك في ديميوتيشن بالترانستايرين بروتين، اوكي، بالتالي يسوي لي فد مرض يسموه بالفاميليا لان هو جينيتك الموضوع، امايلويد لان هو راح يصير هذا الامايلويد اللي سولفنا عليه اللي هو مسفولدت بروتينز بولينيوروباثيز، تصير نتيجة هذا الميوتيشن بالترانستايرين. ايضا هو للنورمال ترانستايرين، هو نورمال ترانستايرين ممكن ايضا انه يصير بي ديبوزيشن بالهارت مال الايج انديفيدجوالز اللي يسموه بالسينايل سيستميك امايلويدوسيس. سينايل معناها شيخوخه، اوكي، هو مثل ما نقول ايج انديفيدجوالز بالكبار بالعمر، سيستميك امايلويدوسيس، اوكي، فاريد ان يتبقوها بالكم لان هسه راح نسولف عن انواع الامايلويدوسيس. الورا هو فشي يسموه بالبيتا 2 ميكروغلوبولين. البيتا 2 ميكروغلوبولين هو عبارة عن بروتين normally found بال MHS class 1 شو اسمه receptors اللي راح نسولف عليها أكثر إن شاء الله بالإميونولوجي، أوكي؟ فهذا شنو؟ هو طبعا هنا this is the MHS class 1 وهذا هو البيتا 2 ميكروغلوبولين، أوكي؟ فهو بروتين يدخل بالتركيب. هذا فيكت شنو البيتا 2 ميكروغلوبولين؟ انه المرضى اللي يسوون هيموداياليسز اللي هم الغسل شو اسمه غسل الكليه مثل ما نسميها احنا، فهذول اهل الهيموداياليسز هاي المشين مال هيموداياليسز ما تقدر انه تسوي ريموفال للبيتا 2 ميكروغلوبولين، اوكي، يعني هي هاي المشين ما تعرف انه تتخلص من هذا البيتا 2 ميكروغلوبولين، بالتالي هذا البيتا ميكروغلوبولين يتجمع ويسوي ديبوزيشن ويسوي فد نوع من الامايلويدوسيس، اوكي. فنرجع نراجع هذني الكيميكال نيتشر مال الامايلويدوسيس. اللايت تشين مثل ما شفناها مال هي عباره عن بارت من الانتي بوديز، هذني اللايت تشينز وديرايفد فروم ذا بلازما سيلز. الاي اي هي ناتجه من البروتينات مال اكيوت فيز رياكتنت اللي يصير بالانفلاماتوري ديزيزز. الاي بي بدول اهل الزهايمر ديزيز. الترانستايرين هذا الترانستايرين مثل ما قلنا هو ينقل الثايروكسين، اوكي، وبي نوعين، يا اما انه يصير ميوتنت فورم يعني ابنورمال ترانستايرين، وهذا الابنورمال ترانستايرين يصير نتيجه فجينيتك ديزيز اللي يسموه بالفاميليال امايلويد بولينيوروباثي، او نورمال ترانستايرين ممكن انه يتجمع بالهارت مال الايج انديفيدجوالز اللي يسموه بالسينايل سيستميك امايلويدوسيس. والبيتا 2 ميكروغلوبولين قلنا انه دولة انه الهيموداياليسيس ما تقدر تتخلص منه فيصير بيه تجمع، فبالمرضى اللي اون لونج تيرم هيموداياليسيس. زين، الامايلويدوسيس شلون يتقسم؟ بشكل عام الامايلويدوسيس يقسم الى نوعين، لوكالايزد بانه هذا يصير الديبوزيشن اوف ذا بروتين ان ا سبيسيفيك بارت اوف ذا بودي، لوكالايز يعني بمنطقه معينه، او سيستميك اللي هو ان فاريوس بارتس اوف ذا بودي وفاريوس اورجانز اوف ذا بودي. بالنسبه للوكالايزد امايلويدوسيس انكلود مثلا السينايل امايلويدوسيس اللي يصير بمرضى الزهايمر ديزيز، اوكي، ايضا الاندوكرين امايلويد اللي هم بمرضى اللي عندهم بعض من الاندوكرين تيومرز مثلا اللي عندهم ميدولاري كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند، هذا من نشرح الاندوكرين
راح نرجع لها نقول يا بالميدولري كارسينوما ثايرويد جلاند يصير بيها فد نوع من الامايلويدوسيس اللي هو لوكالايز امايلويدوسيس اوكي اند اولسو فد شي يسموه بالايزوليتد اتريال امايلويدوسيس انه يصير هذا الامايلويدوسيس ان ذا اتريا اوف ذا هارت فلوكالايزد بارت فيسموه بالايزوليتد اتريال امايلويدوسيس زين السيستميك امايلويدوسيس اللي هو البارت المهم اللي عليكم تتعلموه وتعرفوه السيستميك او جنرالايزد امايلويدوسيس هذا بنوعين فشي يسموه برايمري امايلويدوسيس اوكي او فشي هو نفس الاسم يعني اميونوسايت اسوشييتد امايلويدوسيس اور سكندري امايلويدوسيس يعني اثنين عندنا برايمري وسكندري اريدكم تعرفوهن وتعرفون الفروقات بيناتهم اللي اني مأشرهن اوكي البرايمري هو الموست كومن فورم اوف امايلويدوسيس فاذا سالوك شنو الموست كومن فورم اوف امايلويدوسيس جاوب البرايمري امايلويدوسيس منو اللي يتجمع بي الاي ال بروتين قلنا اي هو الامايلويد وال هو اللايت تشين فشنو اللي موجود هنا الاي ال بروتين يعني اكو تجمع مال مسفولدد لايت تشينز اذا شو وقت ممكن اشوفه بالمرضى مثلا اللي عندهم مالتيبل مايلوما واللي ما يعرف شنو مالتيبل مايلوما هو عبارة عن مالجنت نيوبلازم مال البلازما سيلز يعني ادي بلازما سيلز هواية لتنتج اميونوغلوبيلينز هواية and light chains هواية من عندي هواية light chains شنو اللي راح يصير راح يصير ادي البرايمري amyloidosis ومن راح نسولف عن المالتيبل مايلوما بالهيماتولوجي راح اقول لكم واحدة من الكومبليكيشنز بغل المالتيبل مايلوما انه يصير ادي amyloidosis اوكي تشوفون الربط بيناتهم فالمالتيبل مايلوما اللي هي عبارة عن هواية بلازما سيلز هسه هذا اللي اريدكم تعرفوه دي ينتج عنها الاي ال بروتين هذا اللي دي يسوي لي السيستميك امايلويدوسيس اللي هو البرايمري امايلويدوسيس اما السكندري امايلويدوسيس فهو دي ينتج نتيجة وجود الاي اي بروتين منو هذا الاي اي بروتين اللي سولفنا عليه الاي اي هو يصير نتيجة مثل ما قلنا ذني الاكيوت فايز رياكتنت مسفولدد بعض من ذني البروتينات مسفولدد فدي ينتج عن هذا السكندري امايلويدوسيس فش وقت اشوفها بالأشياء اللي بيها inflammation مثلا منو chronic inflammatory conditions مثلا TB bronchiectasis chronic osteomyelitis then he common causes then يصير بيها chronic inflammation بالتالي يصير هواية من ذني acute phase reactant يصير هذا البروتين ويصير عندي secondary amyloidosis أيضا بعض ال autoimmune diseases وبعض ال tumors تؤدي إلى هذا secondary amyloidosis now الأمايلويدوسيس هذني اللي دا تقولي دا تتجمع وصير بيها ديبوزيشن بالأورجنز أوف ذا بادي بيا أورجنز بالضبط الصير الحقيقة هذا يعتمد على نوع الأمايلويدوسيس مثلا بحالات السكندري أمايلويدوسيس اللي قلنا وين الصير نتيجة كرونيك إنفلاماتري كونديشنز مثلا بالتي بي فور إكزامبل شنو اللي وين تتجمع تصير مثلا هاي الأمايلويد بالليفر بالسبلين باللينف نودز بالأدرينال أند ذا ثايرويد while بالبرايمري amyloidosis اللي قلنا نتيجة الـ AL protein هاي light chains وين الصير كما اللي affect الـ heart الـ GIT الـ respiratory tract والـ peripheral nerves وآخر شيء الـ skin اتفضل ذني الـ organs ونتيجة انه هذا الـ disease affect multiple organs it is not easy to diagnose يعني مو سهل انه شخصه لانه الـ manifestations in multiple organs اكو الـ manifestations فجدا مو سهل انه يتشخص هذا الامايلويدوسيس بالنسبه انه شلون يبين الاورجن اللي متجمع به هذا الامايلويد الحقيقه كجروسلي مجرد تتباوع على الاورجن بالعين المجرده راح تشوف بانه الاورجن هذا كبير اللارجمنت اوف ذا اورجن والاورجن يكون يعني اذا تلزمه يكون بفد فيرم كونسستنسي وايل ميكروسكوبيكلي فراح تشوف ذني الامايلويد ديبوزيشن بالبدايه تبدي بين الخلايا اوكي يعني خارج الخليه بين الخلايا وراها كل ما تزيد ان الديبوزيشنز ينتج بالدستركشن اوف ذا سيلز لهذا تطلع المانيفيستيشنز نتيجه الدستركشن اوف ذا سيلز بس احنا شنو عندنا هاي الامايلويد هي عباره عن شنو بروتينات اوكي والبروتينات انا قلت لكم لما تتجمع هاي البروتينات شنو اللي راح يطلع فشي وردي على احمر والامايلويد راح يطلع وردي على احمر شلون أعرف أنه هذا البروتين اللي متجمع بين الخلية هو أمايلويد مو غير بروتينات مو غير الإكسترا سيلولار ماتريكس البقية
لأنه كلنا راح تعطيه نفس الشيء. إذا أنا أبوعها باللايت مايكروسكوبي العادي كلها راح تعطي هذا اللون الوردي على الأحمر اللي رويتكم إياه قبل شوية بالبروتين ديبوزيشن. فهنا يتطلب الموضوع شلون كان الليبيدز والفرق بينها وبين الووتر والجلايكوجين. هنا يتطلب صبغة خاصة حتى أعرف أنه هذا ترى أمايلويد مو غير بروتينات. الصبغة الخاصة هاي هي يسموها بالكونغو رد. أوكي، وأنا قسمت لكم إياه الكونغو حطيته أخضر والرد حطيته أحمر. ليش؟ لأنه الرد هو اللون الأحمر مال الأمايلويد اللي مال بقية البروتينات كله. لما أشوف هاي استعمل هاي الصبغة الكونغو رد راح يطلع الأمايلويد أخضر. أوكي، وسحرهكم إياها، يعني يبين الأمايلويد يقوم أخضر حتى أقدر أفرق عن البقية. فأندر اللايت مايكروسكوب هذا العادي راح يطلع pink or red color of amyloid deposition اللي تشبه بقية البروتينات. واني هذا راح يساعدني انه شخص الأمايلويدوسيس، لانه هذا اللون الاحمر انا ألقي بقية شو اسمه البروتينات اذا متجمعة ألقي نفس اللون. فشلون اعرف انه هذا هو أمايلويد؟ استعمل polarized microscope. بالpolarized microscope راح يبين اخضر apple green. فانا حطيت لكم يا لونين احمر واخضر. زين، others مثلا immunohistochemistry والالكترون مايكروسكوبي ممكن انه تلقي بيها النوع مال هسه تعرفت انه هذا امايلويد. زين، غيرت تعرف يا نوع من الامايلويد، هل اي ال بروتين، اي بروتين الترانستايرين، يعني يا وحده من ذني الامايلويد هو شنو، يعني يا نوع من الامايلويد اللي مترسب تقدر تعرفها من الاميونوهيستوكيمستري ستينينج. شوفوا مثلا هنا عندي فت حاله من الامايلويدوسيس within the vessel wall. هذا الفيزل وول بمناطق هاي اللي تشوفوها هنا هي عبارة عن لون يعني صاير، خليني اشوركم عليه هاي. اوكي، هذا صاير لون يعني وردي على احمر. زين، شلون اعرف انه هذا اللون يعني هذا البروتين هو امايلويد؟ قلنا استعمل كونغو ريد ستين. استعملها بالكونغو ريد ايش راح يبين؟ راح تبين هاي الصورة، راح يتحول اللون مال الجسمه مال الامايلويد من اللون اللي هو قبل شويه اللي هو ما مبين هذا امايلويد الى هذا الابل جرين. اوكي، خلينا نبدل اللون الاخضر رجع على الاصفر. اوكي، هذا الابل جرين، اوكي، لون اخضر راح يتحول. فعن طريق هاي الصبغه اقدر اعرف انه انتابه ترى هذا البروتين ديبوزيشن هو امايلويد. وراها تقدر تسوي الاميونو هيستوكيمستري اللي من خلالها تقدر تعرف يا نوع من البروتينات مال الامايلويد هي المترسبه، الاي ال، الاي اي، الترانستايرين والى اخره. هاي كانت نهاية هاي المحاضرة. نسوي فد ريكاب سريع شنو اللي أخذنا بيها. أخذنا الانتراسيلولار اكيوميليشنز، وبالبداية سولفنا عن الفاد ديبوزيشن اللي هو استياتوسز، وعرفنا الميكروسكوبيك والماكروسكوبيك مال استياتوسز، وربطنا بالالكوهوليزم. وراها سولفنا عن البروتين ديبوزيشن اند جلايكوجين ديبوزيشن. وراها سولفنا بأنه عندي فد شيء اسمه باثولوجيكال كالسيفيكيشن اللي يقسم إلى ميتاستاتيك اللي هذا نتيجة زيادة بالكالسيوم، وعدي الديستروفيك كالسيفيكيشن اللي هو نورمال كالسيوم بس التشيو بي انجري. اوكي، فسولفنا عن الكالسيفيكيشن. وراها بدينا بالبيجمنتس، وبالبيجمنتس بالبدايه سولفنا عن الاكزوجينس بيجمنتس، وراها جينا على الاندوجينس بيجمنت، سولفنا عن الهيموسيدرين، وراها سولفنا عن الامايلويدوسيس. اوكي، وعرفنا انواع الامايلويدوسيس والبروتينات اللي ممكن تتجمع بي. شكرا جزيلا للمشاهده، اتمنى كان مفيد الفيديو.